تتضافر الجهود وتتكاتف الأيدي لإزالة المخلفات المتكدسة في الشوارع الرئيسة ببنغازي. مجموعة شباب لا يجمعهم شيء إلا حبهم لمدينتهم وغيرتهم عليها، اجتمعوا ليزيلوا بقايا المشروبات والمأكولات التي يلقيها المارة، وليقوموا بإصلاح المظهر العام الذي أفسده رماة القمامة. تمنى حاجة واحدة، أن قدر الإمكان إبعاد المخلفات البلاستيكية على الشط بأي طريقة كانت، بأي طريقة كانت. يعني أنت جيت وقعدت في الشط وغيرت جوك وعدلت مزاجك، ما فيش باس لو أن معاك شخارة صغيرة تحط فيها أنت الكباية قهوة اللي فضلت منك ولا قزازة المية وترجع بيها أنت سيارتك، بعدين تحطها أنت في المكان المخصص للقمامة. يعني حتى سلوك غير حضاري أن رميك الشيء هذا في البحر. كورنيش الشاب كان المقصد الأول لهؤلاء المتطوعين، لأنه يعد أحد أهم المعالم في المدينة والواجهة الرئيسية فيها، ومحاولة تنظيفه من هذه الكمية من الأوساخ يتخوف المتطوعون من أن ترجع وتتكدس مرة أخرى. كورنيش مدينة بنغازي اللي هو يحمل مش مدينة بنغازي بس وهوية مدينة بنغازي، إنه يحمل حتى الناس الضيوف اللي يجي بنغازي ما يجوش لأول حاجة سواء الكورنيش أو حديقة 23 يوليو. الحاجات هذين اللي لازم نحن نحافظوا عليهم، وهذا تنبيني منا نحن للناس الزوار اللي يجوا للمكان هذا يحاول بقدر الإمكان إنه هو يشيل حاجته، ما يزبش مزباه والله هذا عزقة كده معناه قيادة، لأن بعدين بيجي عتقنا نحن لعند أمتى حنستمر. نحن طبعا الحملة هذه كل سبت دايرينها، وكل سبت أنت يعني ممكن يكون بعد فترة في عزوف من الشباب، ديما بنجول نظفوا نفس المكان لنفس المكان، بعد أسبوع يرد نفس المكان. لم يقتصر التطوع لتنظيف بنغازي على فئة سنية معينة، بل شمل جميع الفئات العمرية البنغازية التي لم يتوانى كبيرها قبل صغيرها في إظهار مدينتهم بأجمل صورها. ليش كيلوتوا فيه في الطريق هذه؟ حرام عليهم. والشعر شن قال؟ قال بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي برضو كراما. الوطن يروا الوطن لما تفقده ما عاش تلقى وطن تاني يروا. بلادك حافظ على بلادك وحافظ على وطنك، حافظ على بحرها وحافظ على صحراها وحافظ على جبالها وحافظ على البيئة بصفة عامة، وإن شاء الله ندعو الله أن يهدي الجميع. بعد جهد جبار وتحت أشعة الشمس الحارقة أنهى المتطوعون تنظيف كورنيش المدينة، آملين من أهلها أن يحافظوا عليه ويهتموا بنظافته. مجهودات ذاتية وأعمال تطوعية أرجعت للعصية حلتها البهية، لكن يأمل هؤلاء المتطوعين أن تنتشر بين البنغازيين ثقافة احترامهم لمدينتهم حتى لا تذهب مجهوداتهم في أدراج الرياح. حمد السرماني، ليبيا الحدث، بنغازي.